هذه الطبقة الاجتماعية تاريخيا، وكيف أصبحت هكذا. هذه الطبقة الاجتماعية في موريتانيا بعد دخول الإسلام إلى موريتانيا في منذ عدة قرون، كانت توجد الطبقة الاجتماعية المعلمين، لكن لم تكن تحمل هذا الاسم قبل دخول الإسلام، لأنهم كان في الأغلبية الساحقة منهم كانوا عبارة عن مجموعات من أصول يهودية. هذا ما يتعلق بالمعلمين في أساسا، وأغلب العائلات منحدرة من مدينة فاس المغربية. هذا الأغلبية الساحقة من العائلات مكون المعلمين الموجود في موريتانيا منحدر من مدينة فاس المغربية، حتى أن أجداد هذه العائلات توجد الآن قبورهم في فاس وفي ضواحيها. بعد دخول الإسلام إلى موريتانيا عرض عليهم الإسلام، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، أو الحل الآخر معروف. دخلت هذه المجموعات الإسلام كباقي القبائل والمكونات الاجتماعية الموجودة في صحراء موريتانيا بشكل عام، لكن بقيت هذه النظرة الدونية لهذه المجموعات العرقية، بقيت هذه النظرة الدونية نظرا لعدة أسباب. أولا الأصول اليهودية لأغلب أغلب 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 عائلات. ثانيا الممارسات التي يقومون بها، لأن مكون المعلمين بشكل عام يعتمد على الأعمال اليدوية والأعمال التقليدية من الصناعات، الحدادة، النجارة، أمور من هذا القبيل. بعد دخولهم إلى الإسلام تم اعتبارهم بمثابة موالي، وأعتقد أن أغلبية المشاهدين يعرفون ما هو مفهوم الموالي في الثقافة العربية الإسلامية. تم اعتبارهم موالي وتم تقسيمهم بين القبائل. بعد فترة تم تقسيم هذه المجموعات بين القبائل. لحد الساعة إلى الآن مثلا في عائلتي، عائلة مخيطر، لا توجد في منطقة واحدة ولا توجد في قبيلة واحدة. نحن الآن موجودون كعائلة مخيطر، موجودون في أكثر من قبيلة وفي أكثر من منطقة في موريتانيا، لأن هؤلاء لم يكن المعلمين مثل الأحراطين. الأحراطين كانت تمارس ضدهم العبودية بمفهومها التقليدي البشع، لكن المعلمين كانوا عبارة عن موالي يتم تبادلهم، يتم إهدائهم في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج وميلاد طفل لأحد رجالات القبيلة، يتم بالمناسبة